يا صباح الخير، وصلنا لأولى فقراتنا لليوم. النظام الغذائي بيلعب دور كتير كبير بصحتنا، ومنلاقي كتير أمراض بيكون سببها السمنة والأكل الجاهز أو الجونك فود أو الأكل يعني المخزن يلي فيه كمية عالية من مواد التخزين والكربوهيدرات. وأيضا أكثر الأمراض يلي ممكن تسببها السمنة هي ارتفاع نسبة الشحوم والكوليسترول بالجسم، الأمر يلي بيعرض الشخص لنوبات قلبية ممكن تهدد حياته بالخطر، من الدهون الحشوية عم نحكي. تماما 100% يا رغد. وكمان يمكن الكوليسترول مو بس الأشخاص اللي عندهم وزن زائد ممكن يعانوا منه، ولكن أيضا بعض الأشخاص يلي هنا بيتمتعوا بجسم إذا فينا نقول عنه نحيف ممكن يعانوا منه بسبب النظام الغذائي الخاطئ. لهيك اليوم خصصنا فقرتنا التغذوية لحتى نحكي أكثر عن الطرق الصحيحة لاختيار الوجبات المناسبة والنظام الصحي السليم للأشخاص يلي بيعانوا من ارتفاع بمستويات الشحوم والكوليسترول، مع ضيفتنا يلي صارت معنا بالاستديو اختصاصية التغذية هيا شجاع. يسعد صباحك هيا. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير هيا، وأهلا وسهلا بحضرتك. يعني حضرتك اختصاصية تغذية علاجية، يعني بدنا ناخذ منك المعلومات الدقيقة. بالبداية، شو هو النظام المثالي الغذائي لمرضى الشحوم والكوليسترول؟ نحن هون عم نحكي عن الدهون الحشوية اللي ممكن تتشكل على الكبد، على القلب، اللي ممكن تسبب أزمات بالمستقبل. تمام. هلا أول شيء قبل ما نحكي عن النظام الغذائي لازم نحن نعرف إنه دائما شو هو الكوليسترول أو الشحوم الثلاثية. تمام. الشخص غالبا بخاف من الارتفاع الكوليسترول والشحوم الثلاثية بسبب إنه بيصير معه تضيق بجدار الأوعية الدموية. هذا التضيق بجدار الأوعية الدموية بيمنع تروية الأعضاء الحيوية عنا مثل القلب والدماغ، فبيخاف من التجلطات، مشان هيك بيصيروا العالم بيدوروا على إنه ينزلوا الكوليسترول والشحوم الثلاثية. تمام. ولكن هن ما بيعرفوا انه جدار الأوعية الدموية بيتضيق مو بس نتيجة ارتفاع الكوليسترول عنده، هو عبارة عن كوليسترول وكلس وكولاجين وكريات دم بيضاء هي بتتراكم على جدار الأوعية الدموية هي، فمع الوقت بتسد منها. طب ليش هي اصلا بتتراكم؟ هي بتتراكم مو بس لانه الكوليسترول ارتفع عنا والشحوم الثلاثية، هي بتتراكم لانه نحن اصلا صار عنا التهابات بجدار الأوعية الدموية. فنتيجة الالتهابات المتكررة لجدار الأوعية الدموية هذا الشيء بيعمل مثل جرح على جدار الأوعية الدموية. الجرح كيف إذا نحن بننجرح؟ بده يترمم. تمام. فلما يترمم شو بيصير؟ بيصير تراكم هي الطبقات، إن كان اللي هي بتكون مؤلفة من الكوليسترول والكولاجين والكلس، هذا الشيء بيعمل مع الوقت طبقات بيمنع مرور الدم فبتصيبنا هي التجلطات. فنحن إذا كان بدنا نعتمد النظام الغذائي لنخفف من هي الالتهابات وتجمع الكوليسترول عنا، فنحن بكل بساطة هو العلاج الأولي لازم يكون دائما إن كنا رحنا عن دكتور ولا إن كنا رحنا عند أخصائي تغذية، هو فقط تغيير الحياة من نمط حياة غير صحي لنمط حياة صحي. يعني نحن لازم نغير بطريقة التغذية تبعنا ونغير بطريقة نشاطنا البدني إنه نحن نلعب رياضة. هذا هو لازم يكون العلاج الأولي بالنسبة لأي شخص بيعاني من ارتفاع الكوليسترول والشحوم الثلاثية. تمام. يعني مثل ما كنا عم نحكي ببداية فقرتنا ومتفقين على موضوع إنه الشحوم وحتى الكوليسترول ما ممكن بس تصيب الأشخاص يلي أصحاب الوزن العالي أو يلي بيعانوا من السمنة، ولكن الأشخاص يلي بيتمتعوا بجسم مثالي يمكن أوقات إذا فينا نقول كمان ممكن يعانوا من هذا الموضوع. طيب، بما أنه عم نحكي عن النظام الغذائي الصحي، شو هي الأنظمة الغذائية أو القصص الغذائية اللي بيقدروا أنه يعتمدوا عليها كرمال يخففوا من نسبة الكوليسترول أو حتى كمان الشحوم؟ تمام. في الجسم. تمام. أول شغلة، ارتفاع الكوليسترول هو بيجي دائما المنتجات اللي هي بتكون تسمى تحتوي على الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة. الدهون المشبعة مثل وين منلاقيها؟ منلاقيها بكل شيء لحمة حمراء. اللحمة الحمراء معروفة هي لحمة مدهنة. تمام. فهي الدهون داخل اللحم الحمراء هي دهون مشبعة، ما بالك كمان طريقة الطبخ اللي هي بتكون بالسمن الحيواني والزبدة الحيوانية. صحيح. كمان هدول يعدوا من الدهون المشبعة. فأنا حابة بس اختصارا للموضوع، كل شيء بيجي من منشأ حيواني يحتوي على كوليسترول أكثر من اللي بيجي من منشأ نباتي. المنشأ نباتي غالبا معدوم الكوليسترول إلا إذا نحن قمنا بتصنيعه وحولناه لدهون اسمها الدهون المتحولة. يعني بشكل عام مثل اللحم الحمراء، عنا الزبدة
الزبده، عندنا السمنه الحيوانيه، عندنا حليب كامل الدسم. في بدائل نباتيه بديله عندنا؟ اكيد 100%. عندنا كمان، بس لاحكي هالشغله، هي دائما هي من الدهون المشبعه، زيت جوز الهند. لان غالبا لما امشي مثلا بالسوق بلاقي اصحاب المتاجر بيقولون خذ زيت جوز الهند بيحسن لك صحه قلبك، خذ زيت جوز الهند، كل زيت جوز الهند، هذا الشيء بيساعد على احسن للشرايين. طب زيت جوز الهند هو من الدهون المشبعه، كيف انتم يا عالم عم تاكلوا الصبح كمعلقه؟ وفي ناس بشوفهم بيحطوه بالقهوه، او في ناس دائما بيستخدموه بطريقه الطبخ. ما هو من الدهون مثله مثل الزبده ومثل السمنه، فهي واحده من المعلومات الخاطئه اللي انا حابه احكي عنها. صح، هو اصله نباتي ولكن دهونه مشبعه. وكمان زيت النخيل عنا اللي هو مثل اللي بيتصنع منه الشوكولا، مثل النوتيلا اللي هي كثير طيبه. طبعا للاسف دائما كل شيء طيب هو غالبا يحتوي. انت حكيتي لحالك، انت اخصائيه تغذيه وقلتي طيبه، الشوكولاته طيبه، الاكلات اللي فيها نسبه كالوريز عاليه اللي فيها دهون طيبه، ولكن نحن بدنا نضبط الموضوع. فشو افضل الزيوت اللي نحن ممكن نستخدمها بالطبخ؟ او مثلا في عالم ما بتحب تاكل ساندويتش اللبنه الا اذا حطت له زيت مثلا. تمام. في عالم ما بتقدر تاخذ القصص كثير بالاكل الا لتحط لهم زيت. فشو النوع المستخدم؟ هلا اول شغله بدي احكي عنها، انا صح قلت انه هي هدول بيرفعوا الكوليسترول وهن دهون مشبعه، ولكن القليل منه هو غير مضر. يعني دائما انا بتضايق لما الشخص يقول انه ممنوع هالقصه. هو ليس ممنوع، هو ممنوع زياده هالقصه، مو ممنوع قله هالقصه. ولكن دائما الافضل نلجا للحلول السليمه، مثل عنا زيت الزيتون، هو يحتوي على الكوليسترول الجيد وليس الكوليسترول الضار. أوكي. بيرفع الكوليسترول الجيد وليس الضار. زيت السمسم، زيت الكانولا، عنا كمان فينا نستخدم نحن طريقة الشوي اللي هو لا يحتوي على زيوت، على حتى إذا بنحط شوية زيت، لنفترض شوية زيت حتى لو كان مضر، اذا شوي فهذا الشيء ما بدرنا اذا شوي. تمام، يعني شيء من كل شيء ولكن بكميات معتدله. تمام. ثاني شغله بدي احكي عنها، هو دائما كل شيء بيمشي على اربع رجلين يحتوي على كوليسترول اكثر من الشيء اللي بيمشي على رجلتين، والشيء اللي بيمشي على رجلتين يحتوي على كوليسترول اكثر من الشيء اللي بلا رجلين. شو يعني؟ الشيء اللي بيمشي على اربع رجلين مثل البقر، الخروف، الغنم، هدول دائما اللحم تبعهم يحتوي على كوليسترول اكثر من الدجاج اللي بيمشي على رجلتين. معنا شيء بيمشي على رجلتين غير الدجاج؟ بنياد اكيد ما حناكل بنياد. فالشيء اللي بلا رجلين هو السمك. السمك كمان هو يحتوي على الكوليسترول الجيد وليس الضار. فانا قصدي اني سهل للمشاهد طريقه فهمه لشو الشيء اللي فيه كوليسترول وشو الشيء اللي ما فيه كوليسترول. فدائما نحاول نعتمد يا اما الشيء اللي بلا رجلين مثل السمك اللي هو السردين، السالمون عنا، او الشيء اللي بيمشي على رجلتين مثل الدجاج اللي هي تعد مثل الفتايل، صدر الدجاج، الشيش، هذا كمان في عنده الكوليسترول القليل جدا او لا يحتوي على الكوليسترول. كرمال هيك يمكن كثير من الكوتشز بيقولوا لنا انه نحاول دائما ناخذ صدورة الدجاج بعد التمرين ونعتمد عليها. طيب اذا هلا عم بحكي عن الرياضه، اليوم كيف بقدر ادخل انا الرياضه بطريقه صحيحه بنظامي الغذائي مع نظامي الغذائي او بالاضافه لإله كرمال اقدر اتخلص من الشحوم والكوليسترول وفي وقت محدد لممارسه هاي الرياضه؟ تمام. اول شيء لاحكي عنه، هي ليست الرياضه بحد ذاتها اللي بتنزل لي من الشحوم والكوليسترول الا اذا كان حتى الرياضه انا حاطه هدف فيها اللي هي خساره الوزن. تمام. تمام. طالما انا بخسر وزن ف 70% من الرياضه بده يكون تغذية، التغذية السليمة التي تساعد على إنقاص وزني، بعدين الرياضة السليمة اللي بتساعد هي اللياقة اللي بتساعد على سرعة دقات قلبي لحتى أنا أخلص من دهون عندي، لأنه كمان زيادة الدهون تؤدي لزيادة الكوليسترول، فخسارة الدهون تؤدي لخسارة الكوليسترول عندي. مشان هيك عملية إنقاص الوزن والتهيئة لإنقاص الوزن هو العامل الأكبر لحتى ينزل عندي مستويات الكوليسترول، لأني مثل ما حكيت كل ما زادت الدهون كل ما بيزيد مستويات الكوليسترول عندي. نعم. تمام. طيب هي في كثير عالم بتحب البيض، يعني بتدخله بالنظام الغذائي، يعني بياكلوا 5-6 باليوم، هل هذا الشيء صحي؟ في عالم بتحب البيض المسلوق، البيض المقلي، في عالم تاخده ني. هلا رياضيين معروفين يعني بهي القصه، بالاخص بفتره التحضير للبطولات او الى اخره. فباختصار شو رايك بهذا الموضوع؟ هل في معدل معين باليوم نحن بنقدر ناخذ فيه البيض بطريقه صحيه من دون ما يكون في زياده كوليسترول؟ هلا اول شغله، اذا نحن عم نحكي عن مرضى الكوليسترول، فلا اكيد مرضى الكوليسترول لازم دائما يختصروا الكميات او يعرفوا الكميات التي تتناسب
مع وزنهم وطولهم وصحتهم وحالة الكوليسترول أو مستوى الكوليسترول اللي هن واصلين له. ما في شيء اسمه ممنوع، ولكن في شيء اسمه أنه ندير بالنا دائما. مثلا إذا حابب يأكل البيض فيفضل مثلا يأكل صفار بيضة واحدة، لأنه صفار البيض هو الذي يحتوي على الدهون المشبعة تماماً. فيفضل التقليل من الصفار وليس منع الصفار. فصفار بيضة واحدة كافي بالنسبة إلي، والباقي بناكله بياض، لأنه البياض لا يحتوي على الدهون المشبعة اللي بتأذي مرضى الكوليسترول. أما بالنسبة للرياضيين اللي بياكلوا بيض ني، أنا مو مشكلتي بكمية البيض، مشكلتي بالبيض الني اللي هو ما بيعرفوا أنه مرات البيض الني يحتوي على السالمونيلا. فأنتوا لما عم تاكلوا بيض ني، كيف لما تتسمموا من المايونيز؟ ليش المايونيز بيسمم؟ لأنه يحتوي على البيض الني. نعم. فلازم أكيد نبعد عنه، ناكل البيض إما بالطريقة المسلوقة أو بالطريقة المقلية بزيوت مفيدة. يعني بالنهاية بدنا نقول إنه ما حدا يبلش يعتمد على حاله بنظام غذائي، ودائما في عنا الاختصاصيين اللي هن بيوجهونا بالطريقة الصحيحة. شكرا كثير لتواجدك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. يسعد صباحك. شكرا كثير لك.